قصتنا اليوم هي قصة فتاة جميلة ورقيقة وطيبة القلب اسمها سندريلا. كانت سندريلا تعيش مع زوجة أبيها السيدة سارة وبنتها جنى وينجي. ولأن سندريلا جميلة ويحبها كل الناس فكانوا يغيرون منها ويعاملوها بمعاملة سيئة فجعلوها خادمة في المنزل. ورغم ذلك كانت سندريلا سعيدة بحب كل الناس من حولها. سندريلا احضري لي الشاي والكعك. كان في المدينة التي تعيش فيها سندريلا ملك عظيم اسمه الملك زنهار، وكان لديه ابن اسمه الأمير علاء الدين. كان أبوه الملك يحبه جدا ويحب أن يراه سعيدا دائما، فهو يريده أن يتزوج ويرى أولاده قبل موته. وذات صباح جلس الملك في حديقة قصره وهو يفكر في ابنه، ثم نادى وزيره. يا الوزير. نعم يا سيدي. إنني أشعر بالحزن الشديد. لماذا؟ لا ابني يا الوزير علاء لم يتجوز وإنه وحيد جدا، وإني أريد أن أرى أحفادي. دقيقة سوف أفكر به. سوف نقيم حفلة في القصر وندع كل الفتيات. إنها فكرة جيدة جدا، ابدأ بالتنفيذ. حاضر يا سيد. أيها المساعد. نعم يا سيد. هذه دعوة لحفلة سيقيمها الملك في قصر، أذهب وأعطيها لكل الفتيات في المدينة. حاضر يا سيد. تفضلي. إنها دعوة لحضور حفل الملك. هذه دعوة لحضور. ماذا هي؟ بنات، إنها حفلة في قصر، حفلة الأمير. أنا تعالى سوف أذهب. قم عن الشجار، قم عن الشجار. هل يمكنني أن أذهب؟ لا. يمكنك أن تذهبي إذا انتهيتي من تنظيف البيت، غرفتي وغرفة البنات والقطة، الحديقة والمطبخ وكل شيء آخر، وأن تجهزي فستانك وفستانك. لم تذهب. هذا لو انتهت. لا. تذهب سندريلا وتحاول أن تنتهي من أعمال المنزل وهي تفكر في الحفلة وماذا يمكنها أن تلبس. تذكرت فستان والدتها القديم الذي في الصندوق وبدأت بترتيب الفستان وإضافة بعض التعديلات عليه ليكون مناسبا للحفلة، ولكنها تشعر بالتعب الشديد. بنات تبدون جميلتان، ولكن أليس هذا الفستان ليس ضيق كفاية؟ سندريلا. نعم. تعالي أضيق فستانها، إنه واسع جدا من الوسط. إنها مغزوءة مقطوعة. خيطيها إليها. هيا بنا نذهب يا فتيات تبدون جميلتان. انتظر وانا سوف اذهب معكم. انتي هذا فستان قبيح، كيف ستلبسين مع الامير بهذه النقشه؟ ما هذا؟ اليس هذا لك يا جيجي؟ نعم. وهذا اليس لك يا نمر؟ هذا الي. لا، هذا فستان ليس جميل، لن تذهبي معنا، هيا بنا. تجلس سندريلا تبكي في غرفتها. تأتي لها الجنية الطيبة وتسألها عن سبب بكائها. لماذا تبكين أيتها الفتاة الجميلة صاحبة القلب الحنون؟ أريد أن أذهب الحفل، لكن كيف أذهب وراء من غير سيقوم بالحفل؟
أنا سأساعدك، ستذهبين إلى الحفل لكن بشرط. ما هو الشرط؟ تعودين في تمام الساعة 12. سوف نأخذ الشرط. أغمضي عينيك. إنك قصاني جميل. الجمية الطيبة تطلب من سندريلا أن تحضر لها 4 فئران وسلحفاة وثمرة تقطين، وسوف تحول الفئران إلى 4 أحصنة والسلحفاة إلى سائق وثمرة اليقطين إلى العربة. شكرا لك. أحضرت لك السائق والعربة والأحصنة. هيا اذهبي، ولكن لا تنسي شرطي، تعودي في تمام الساعة 12 قبل أن يقتل السائق. في قصر الملك بدأ الجميع بالحضور، وقالت الأم لبنتها اذهبوا واطلبوا من الأمير الرقص. هيا بنات اطلبوا منه. ماما هل تريد الرقص معي؟ لا. هي أنت هل تريد الرقص معي؟ ليس الآن. يا العجب يا شباب. من هذه؟ من هذه؟ من هذه؟ من هذه؟ هل تريدين الرقص معي؟ من هي؟ أنا قبيحة. من هي؟ أنا فستان قبيح. لا قبيحة. من هي؟ هذا الشعر. أريد أن أذهب. لا 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 تذهبي، لا تذهبي. فقط هذا الحذاء، لا اسم لا عنوان. فتاة أحلامي ذهبت. لقد ذهبت فتاة أحلامي. يا المساعد افعل شيء. لا تفعل شيء يا مساعد، لا تفعل شيء. أخذ فتاة أحلامي ورقصنا. لكن عندي فكرة. ما هي هذه؟ سنذهب إلى كل بيت في المدينة ونبحث عن الفتاة اللي كنت ترقص معها من الحذاء. هذه فكرة جيدة، هيا نذهب. هيا. يذهب المساعد والأمير إلى كل البيوت في المدينة، وهذا هو البيت الأخير، بيت سندريلا. يا للهول، إنه الأمير. نعم. تفضل. شكرا. تفضل تفضل. الأمير كيف حالك؟ كيف أباك؟ جيد جيد. هل ذهبتم إلى الحفلة؟ نعم. هل يمكننا أن نجرب هذا الحذاء على الفتيات؟ ولكن لا هو. إنه شيء يخصني. اذهب يا مساعد اذهب. لا لا إنه صغير عليك. لا 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 يا بنات إنه حذاء بنتي أنا أعلم. لا حذاء. لا حذاء. لا لا إنه واسع. حذاءها. حذاءها. إنه واسع. إنه حذاءها. لا إنه واسع. انظري إنه حذائي. ولكن إنه لبنتي. إنه واسع. طب يمكن أن أجربها؟ لا. هل هناك فتيات أخرى؟ لا. لا يوجد. انتظر انتظر. لا 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 اسمعني أنا هنا. هل يمكنني أن أقيس؟ نعم نعم. هي لم تحضر الحفلة أصلاً. أريد أن أجرب الحذاء عليها. هيا لا ساعدني. لا 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 لا. عندك الفردة الثانية؟ سوف أحضرها. ماذا؟ سندريلا لقد ذهبتي إلى الحفلة. قلنا لا تذهبي. هذا عجب، إنها الفتاة التي رقصت معي. هيا نذهب إلى القصر. وليس هذا لك؟ حاضر يا سيد. نعم. لكن كيف سيتزوج ولم يكن؟